والذي بالإيمان في العيون عسلية. الحقيقة هذا المهرجان بالذات كما ذكرت هلا حافظ إذا بدك على مستوى ثقافي يعني جيد، وهذا مهم في هذا العصر الذي نعيشه واللي كل شيء انكسر وكل شيء تخربط. يعني عم نشوف باقي المهرجانات، يعني بقي مهرجان الموسيقى الروحية في فاس عنده هذا المكان الصافي، وهذه المرة الثانية أنا أتي إلى المهرجان. يعني هو مختلط، يعني عمل مختلط، هي رحلة موسيقية بنفس الوقت في أشياء تخص المهرجان. في ركويام، كونه مهرجان الموسيقى الروحية، ركويام يعني هي موسيقى جنائزية، هو فورم وشكل في الموسيقى العالمية. رح نقدم ركويام، هي انكتبت لبيروت وإنما نهديها إلى كل العواصم العربية. وهناك أيضا قصيدة جديدة اسمها آخر الليل، كمان سنؤديها. يعني في شيء خصوصي للمهرجان. لا أنا أنه الملتزم، كل الناس ملتزمة، كل واحد يلتزم بشيء، واحد يلتزم بالأبيض، واحد يلتزم بالأحمر، واحد بالأخضر. أنا بقول أنه الإبداع أو الإنسان كي يعطي لازم عنده قلق، يكون عنده قلق إشكالية معينة كي ينتج كي يبدع. يعني أول شيء أحب المغرب، كل المدن، وأحب الشعب المغربي، عندي علاقة حميمة مع المغرب منذ سنين، وبقيت واستمرت وتواصلت. يعني بحييهم وبحبهم، ويعني هذا الحب يعني ماذا أفعل به، سأحضنه في قلبي. بالنسبة للحفل ديال مارسيل خليفة، هو حفل راقي جدا، لأنه احنا كما كنعرفوا أن مارسيل خليفة اللي هو فنان كبير وعنده جمهور، وهذا يعني طبيعي أنه غادي يحضر واحد العدد كبير ديال الناس، وكما كنشوفوا دابا انه كاين جمهور كبير. جينا لهنا هذا النهار باش نتفرجوا في السهرات ديال الفنان المقتدر مارسيل خليفة. كيعجبوني اغانيه، راقيين هادئين، من ضمن الفنانه يعني المقتدرين صراحه الله، اللي يستاهلوا اننا نجيو نتفرجوا فيهم. جيت اليوم باش نتفرج في الفنان الكبير مارسيل خليفة. بيان سور الكلمات اللي كيقولهم، اغاني ديالو راقيه، خصوصا ريطا واحن الى خبز امي. اليوم جيت على حسب الموسيقى الروحيه، حيت فيها مارسيل خليفه كيعجبني بزاف، وعجبتني هذه الموسيقى الروحيه بزاف، دائما كتعجبني. بيولين وقديم من الجيل ديالنا حنايا، من الاجيال ديالنا حنايا، ماشي مع ديال ولادنا. دابا جينا مع وليداتي وداك الشيء، جينا باش نعرفوا ولادنا على الموسيقى القديمه ديال مارسيل خليفه.